صباح الخير، ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل أم في أنحاء المعمورة طيبة وبخير وبصحة وبسعادة. النهاردة عايزة أكلمكم على أصعب وظيفة اشتغلتها في حياتي، وفي نفس الوقت أحسن وأحلى وظيفة اشتغلتها في حياتي، وهي وظيفة أم. ليه أنا بقول عليها وظيفة أم؟ لأنها فعلا وظيفة. يمكن أنا ما باخدش مقابل الأعمال اللي أنا بعملها بشكل مادي، ما باخدش مرتب على الحاجات اللي أنا بعملها، ولكن زي أي أم باخد مقابل التعب اللي أنا بتعبه. أول حاجة بيبقى فيه إحساس داخلي أصلاً أصيل جوه قلب كل أم بالفولفيلمنت، بإحساس كده بالإنجاز إن أنا حققت حاجة. واللي أكد على كلامي إن السيدات اللي ربنا حرمهم من نعمة الأمومة دايماً بتحس إن فيه في قلبها حاجة ناقصة، وفي في حياتها حاجة ناقصة، مهما نجحت، مهما يعني حققت ذاتها، مهما كسبت، مهما عملت أي حاجة، لسه ستيل برضو بيبقى جواها حاجة يعني منغصة عليها ومدياها إحساس مش كويس. فأول أجر بناخده إحنا كأمهات هذا الإحساس بالامتلاء، بالشبع النفسي. تاني أجر بناخده إحنا كأمهات ضحكة أطفالنا، لما نشوف ولادنا سعدة، لما نشوفهم وهما بيضحكوا مبسوطين، و يعني السعادة اللي بيحسوا بيها إحنا كمان بنحس بيها. تالت مكافأة أو تالت أجر إحنا بنحصل عليه هو طبعا إحساسنا بالإنجاز، لما يعني إيه الواحد كده يبقى أولاده كويسين وإن هو يساعدهم إن هم يبقوا كويسين ويبقوا رجالة وستات كويسين وحياتهم كويسة ومستقرين في حياتهم. الأم بتحس من جواها كده أنا عملت حاجة، أنا حققت حاجة، أنا ساهمت في تربية الولاد دول، أنا ساهمت في نجاح الولاد دول. وطبعا الأجر الأعظم هو الأجر اللي بناخده من عند ربنا سبحانه وتعالى، ويعني وده طبعا أجر لا يقدر بتمن وما نقدرش نحط عليه تيكت سعر، لكن الإحساس من جوايا إن تعبي مش هيضيع، وإن ربنا سبحانه وتعالى شايف تعبي وهيجازيني خير الجزاء والكلام ده كله. طبعا اللي هو المقولة الشهيرة، الجنة تحت أقدام الأمهات. فراح الولد يقول لها ماما ارفعي رجليكي، ليه حبيبي؟ عايزة أشوف الجنة اللي تحت رجليكي. ده معناه إن إحنا جزائنا جزاء كبير قوي قوي قوي. ويجي ناس تقولك ايه في ايه، ما هي كل الستات بتحمل وتولد، في ايه هي عاملة شغلانة مضخمة ليه اللي هي بتعمله، ما الدنيا مليانة امهات. الدنيا مليانة امهات، بس مش كل الامهات سواسية. ويمكن ده كان حوار بيني وبين صديقة من الصديقات، وتكلمنا على ان في بعض الامهات وجودهم في حياة اولادهم نقمة. طبعا احنا ملناش الحق ان احنا نحكم بالطريقة دي، ولكن احنا لينا بالظواهر، احنا شايفين الظاهر قدامنا. واعتقد ان ده بيحصل لما الام بتبتدي حياتها كأم وهي محملة ببعض المشاكل النفسية وبعض الاوزار والاثقال اللي شالتها من المرحلة السابقة، او من لما يبقى زواجها فيه مشكلة، لما تبقى ما عشتش حياة إلى يعني لغاية هذه اللحظة حياة هي ترضى عنها. أنا فاكرة لما ولدت ابني الكبير وابتدت أعراض اكتئاب ما بعد الولادة تظهر عليا، وأبقى تعبانة، وهو طبعا يعني الحمل كان فظيع جدا والولادة كانت أفظع، وكمان لما اتولد كان عنده بعض المشاكل الصحية، يعني رغم وجود الأسباب اكتئاب ما بعد الولادة ممكن يجي من غير أسباب، ممكن تبقى الولادة التانية والتالتة والأم صحتها كويسة والبيبي صحته كويسة، ومع ذلك الأم برضو تدخل في ديبريشن. ففي الفترة دي
كان في بعض الناس اللي فاهمه وبتحاول تساندني، وكان في بعض الناس اللي هي قريبين قوي 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 مش فاهمين ايه اللي بيحصل. ما احنا كلنا ولدنا، ما احنا كلنا خلفنا، ما احنا كلنا عملنا. بس افتكر صديق زوجي، هو كان اكبر مننا بكتير، فكان بيعتبرنا انا وجوزي زي اخواته الصغيرين، يعني جوزي اخوه الصغير وانا زي بنته. فجه بيتكلم معايا، هو قال لي بصي حنان، انا عارف اللي انتي مريتي بيه، وعارف انتي مرة بايه وبتحسي بايه. طبعا مش هقدر احس اللي انتي بتحسيه، بس انا فاهم ومدرك اللي انتي بتعاني منه. بس انا عايزة اقولك كلمة، صحة ابنك من صحتك، صحة جوزك من صحتك، صحة جوازك من صحتك. الناس دول انتي الاساس، فخدي بالك من صحتك. وساعتها طبعا لان يعني مستوى الحوار مستوى عالي، خدي بالك من صحتك النفسية، خدي بالك من صحتك العقلية، خدي بالك من صحتك الجسدية. علشان هل انت عايزة طفلك يبقى عيان؟ هل عايزة طفلك يطلع معقد؟ ايه يا ممكن اللي حضرتك بتقوله ده؟ قال لي ايوه انا بقولك كده. لازم تقرري انك تبقي سليمة وصحيحة وفي عافية علشان أسرتك كلها تبقى في عافية. أعتقد أن الحوار ده خلاني كتير قوي أن أنا أفكر 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 في مفهوم التضحية، مفهوم تضحية الأمهات. التضحية معناها خسارة، معناها أن في طرف كسب كل حاجة وفي طرف خسر كل حاجة. والحياة ما ينفعش تبقى كده، وما ينفعش ان كل الناس تدعي انها بتضحي. لكن في ما يسمى بالتريد اوفز. يعني ايه؟ يعني انا هتخلى او هتنازل بمحض ارادتي عن هذا الامر قصاد امور تانية بجنيها. انا في فترات قعدت في البيت، يمكن مش كتير، يعني مجرد شهور مش سنين، لكن كنت باخد قرار واعي، انا هقعد في البيت الفترة دي علشان اقدر اوجه طاقتي وجهدي لهذا الامر. وبعدها ما يعني عانيت بقى عشان ادخل تاني في 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 معترك العمل والاقي وظيفه كويسه وبشروط معينه، مش شروط معينه تنازلات برضو، لا انا برضو عايزه اشتغل وكل حاجه، بس مش عايزه اضحي. يعني شايفين، عايزه ممكن اقدم بعض التنازلات، لكن مش عايزه ابقى خسرانه، مش 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 1-0. فده طبعا كان بيخليني ما اقبلش اي شغل وما اقدمش على اي شغل، او اقدم على شغل واروح اعمل انترفيو وبعدين احس ان لا الشغل ده مش ليا. لكن ما فكرتش ان انا اقعد اقول انا ضحيت علشان جوزي، انا ضحيت علشان ولادي، انا ضحيت عشان كذا. عمري ما جيت وقلت لهم انا ضحيت عشانكم، او انا استحملت الهم والذل والقرف عشانكم. التضحية دايما بتسيب أثر وحش كده جوه القلب وجوه النفس، كأنك واكل حاجة مرة. فمهما عملت بتفضل المرارة موجودة في لسانك وفي زورك وفي يعني إحساس وحش جدا جدا. علشان كده لازم نفرق كمان متطلبات الوظيفة، وظيفة الأم. في متطلبات بتتعلق بالرعاية، الرعاية اللي أنا بقدمها لأسرتي، ودي رعاية ممكن تتقدم لأي حد. بأكلهم، بشربهم، بنظف البيئة اللي هم فيها، باخد بالي، بغير البامبرز، بعمل لهم الرضعة. لكن في حاجات داخلة جوه التربية، الحنية، الضحك، التأديب، اللعب، الكلام عشان أزرع جواه الخلق الكويس والكلام الكويس والأخلاق الحميدة وثقة النفس وكل الأمور دي. دي من التربية. الحاجة التانية كمان من متطلبات وظيفة أم، إني أحافظ على صحتي. من متطلبات وظيفة أم إني أكون زوجة سعيدة. انا عمري ما شفت زوجة تعيسة وكانت ام كويسة. ده وهم، ده وهم. واتحدى اي بني ادمة تيجي تقول انا كنت تعيسة مع جوزي وحياتنا زي الزفت، لكن ام زي الفل وولادنا طلعوا زي الفل. لا،
علاقتك مع جوزك بتنعكس على علاقتك مع أولادك وبتنعكس على علاقة الأولاد مع الزوج. تسمعوا بقى وشوفوا فيديوهات الأم النرجسية، الأم المش عارف إيه، الأم الإيه. في بعض الأمهات بتبقى محملة بأوزار نفسية وفيها بعض اللخبطة النفسية، مش بس الأم النرجسية، في الأم اللي عندها اكتئاب، في الأم التي لم تنضج. فبقى الطفلة بتربي أطفال، الأم اللي عندها بايبولر ديسوردر اللي هي تغير فظيع في المود بتاعها وفي و و و وتبقى في حالة الضحك والهزار ومش عارف ايه وفجأة تقلب. فالأولاد من سن صغير ما بيشعروش بالأمان، لأن احنا حاسين ان ماما في أي لحظة هتنفجر فينا. الأمهات اللي فيهم بعض الخصال اللي بتنعكس على تربيتهم لأولادهم، وازاي بيتعاملوا مع أولادهم، وازاي بيشكلوا شخصيات أولادهم من وهم في سن صغيرين، من وهم صغيرين. فالأمور دي كلها لازم نفكر فيها، ولازم كل أم فينا تقف كده وتفكر وتقول أنا تقييمي في وظيفة أم إيه. في الوظائف بيبقى في عندنا performance appraisal، تقييم أداء، كل 6 شهور أو كل سنة كل واحد فينا بيقعد مع المدير بتاعه ويتكلموا مع بعض، أنت عملت الحاجات الكويسة، أنت ما عملتش الحاجات الكويسة، أنت محتاج تدريب في الحتة الفلانية، أنت محتاج تغير أسلوبك في الحتة الفلانية، في حاجات بتعملها مفروض تمتنع عنها، في حاجات بتعملها مفروض تكمل عليها، في حاجات ما بتعملهاش تبتدي تعملها. فزي كده ما بنحتفل بعيد الأم ونبقى مبسوطين، وطبعا والنكت، حد يجيب لي شبشب أذبحه، حد يجيب لي طرحة لا يا حبيبي، حد يجيب لي كوبايات زي، ويطلع بقى المشايخ ويقول واحد احتفال بالأم حرام، وواحد تاني شيخ تاني يطلع ويقول الاحتفال بالأم يجوز عشان مش عارف ايه والكلام ده. بعيدا عن الضجة الإعلامية واللي بيحصل في السوشيال ميديا والكلام ده كله، كل أم فينا تقف وتعمل تقييم ذاتي لدورها كأم. هل أنا اهتميت بنفسي وبصحتي؟ هل أنا رعيت الولاد دول؟ قدمت لهم الرعاية، بيتهم نظيف، هدومهم نظيفة، أكلهم صحي وكويس، نفسيتهم متزنة، التربية بقى هل علمتهم الصح من الغلط؟ هل زرعت فيهم الثقة بالنفس؟ هل خليت علاقتهم بأبوهم كويسة؟ هل علمتهم يقفوا ويشدوا نفسهم ويصلبوا طولهم ويواجهوا الحياة؟ هل خليته يتعلق بي تعلق مرضي عشان أفضل أحس بقيمتي؟ هل نصرته وهو كان غلطان؟ كل الأمور دي محتاجين كده نقف وقفة مع نفسنا. وأيا كان عمر أي حد فينا، أنا عارفة أن في سيدات فاضلات بيتفرجوا عليا جدات، ساعتها بقى الوظيفة الأم دي بتتسع كمان. أنت مش أم بس لأولادك وبناتك، أنت أم كمان لأزواج بناتك وزوجات أولادك. هل اتعاملتي مع الأزواج والزوجات دول معاملة ترضي ربنا فعلاً؟ هل حنيتي عليهم؟ هل اهتميتي بيهم؟ هل رعيتيهم؟ هل نصرتيهم لما كان الحق معاهم، ولا دايما كنتي تنصري اللي من طرفك بس؟ احفادك، تعاملك ايه مع احفادك؟ هل وقفتي مع حفيدك قصاد امه فقوضتي مكانة الام اللي بتحاول تربي، فزعزعتي العلاقة بين الحفيد وامه مثلا، أو بين الحفيد وأبوه، أو بين الحفيدة وأمها، أو بين الحفيدة وأبوها؟ دورك كان إيه؟ هل دورك نشر البهجة؟ هل وجودك كده في البيت زي الفراشة الناعمة الجميلة، الوردة المفتحة اللي كل ما تلمس حاجة الشيء ده يزدهر ويبقى جميل وحلو؟ لما بتدخلي أوضة
وبتطلعي منها بتسيبي ايه في الأوضة دي؟ لما بتدخلي على ابنك وتطلعي من الأوضة بتسيبي ايه؟ بتسيبي له شتيمة، يا خايب يا نايب، يا 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 يا, يا, يا اللي فيك وفي الزمان وكذا وكذا وكذا، ولا بتسيبي له على فكرة انا بحبك، وعلى فكرة انا بثق فيك، وعلى فكرة انا عارفة ان انت فيك صفات كويسة، وانا واثقة ان انت هتبقى انسان كويس. هل بتدخلي على بنتك وتقولي لها ها ابقي قابليني اذا فلحتي، ابقي شوفي مش عارف ايه، ابقي اعملي ايه، انت كسلانه، انت ما بتحسيش، انت كذا انت كذا، ولا بتدخلي عليها وتقولي لها انت نور عيني وانا مقدره التعب اللي انت بتتعبيه، لما بتساعديني في البيت انا ممتنه لده، انا عارفه ان ده مش من اولوياتك، انا عارفه ان انت مش مسؤوله عن البيت ده، لكن مساعدتك بتخفف الحمل من عليا، فأشكرك على المساعدة اللي بتساعديها. لو دخلت على ابني ولقيته بيعمل حاجة مش كويسة وبيكلم بنت، بتكلم معاه وبقول له أنا مش راضي عن اللي انت بتعمله، اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده وحش، وابتدي أخاطب نزعة الضمير في قلبه، ولا أقول له آه ما يصلها بنات صيعة وضيعة، طب ما هي بنتك في الأوضة التانية برضو بتكلم واحد، هل بنتك صايعة وضايعة؟ لا لا. كل واحدة فينا تفكر هو ممكن يكون تمرين قاسي، أنا عارفة لأن أنا نفسي بعمله، ويمكن أول مرة أقولها لأي حد، أنتوا أول مرة تعرفوا الحكاية دي، أنا كل عيد أم لازم أقعد وبعتبره كده التقييم السنوي ليا كأم. في ايام كتيره قوي، وده اللي هيحصل النهارده، ان انا بروح لولادي وبقول لهم على فكره انا اسفه على كذا كذا كذا، انا ما كنتش اقصد ده، انا كانت نيتي خير، انا لما قلت لك الكلام ده وما كنتش اقصد ان انا اهينك، انا لما اتكلمت معاك بالشكل ده ما كنتش كذا، واشكرهم على فكره، انا متشكره قوي، متشكره قوي لما بتساعدوني، متشكره قوي لما ببقى عيانه وتعبانه وبتاخدوا بالكم مني ومن البيت، ومتشكره ان انتوا بتكلموني كويس. دي فرصه بعيدا عن الاغاني ويا حبيبتي يا ماما والكلام ده كله، فرصه لينا ان كل ام تقيم دورها كأم. بس برضو ما يمنعش اني اقول لكم تاني كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب كل سيدة رزقها ربنا بأطفال، وكل سيدة لم يرزقها الله بأطفال، ربنا ينعم عليكم كلكم بالصحة وبالعافية، ويمتعكم بالناس الحلوة في حياتكم يحبوكم ويعطفوا عليكم وبرضو يستمدوا منكم العطف. ولكل سيدة لم ترزق بأطفال ما تزعليش، ما تزعليش، مدي إيد العون والحنية والرعاية للأطفال المحرومين من الأمهات، أو للأطفال اللي عندهم أمهات بس مش قايمين بالدور بالكامل. أكيد أكيد في كل عيلة في كل حي في مؤسسات كتير قوي بترعى أطفال، في أطفال اترموا في الشارع لظروف معينة واتحرموا فعلا فعلا من حنية. فكري كده، فكري أنا ممكن أعمل إيه للأطفال دول، فكري إزاي أبقى أم. عشان كده قلتلك الأم مش بس بالخلفة والحمل والولادة، الأم بالرعاية وبالتربية، لو تقدري تقومي ولو بجزء بسيط من الدورين دول هتبقي أم، حتى ولو ما كانش فيه طفل شالته بطنك. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، بس نبتدي بقى نفكر مين الأمهات في حياتنا الحلوين. أنا شخصيا عندي أمهات كتير قوي قوي قوي، كل ستات العيلة أمهاتي، ويمكن دي حاجة علمتها لي والدتي، إن ماما فلانة وماما فلانة وماما فلانة كل دول أمهات، في منهم يعني فعلا عندهم أولادهم وفي ما عندهمش أولاد، وعلمتني أن كل دول أمهات.
فانا هحاول اتصل بالامهات دول عشان اقول لهم كل سنه وهم طيبين ودايما في صحه ودايما في سعاده ويا رب يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وتعلمتوا منه حاجه واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. ولو تقدروا تعملوا له لايك وشير مع كل الامهات وكل الناس اللي محتاجه تسمع الكلام ده اكون ممتنه جدا. ولو لغايه دلوقتي مشتركتوش في القناه يا ريت تشتركوا في القناه. القناه بتاعتي متنوعه وفيها موضوعات كتير لان هي مينلي هي حياتي، حياتي كزوجة وكأم وكامرأة عاملة وككونسلتنت وكبزنس وومن، كل الكلام ده كله. وأنا دايما دايما بسعد لما بتكلم معاكم. أشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله.